شركة سونترال تعتذر للمغاربة بعد كلمة الخونة. قالت شركة سونترال دانون في بلاغ لها إنها تقدم اعتذارها لجميع المواطنين الذين شعروا بالإساءة من هذه التصريحات التي لا تعكس الموقف الرسمي للشركة، متحدثا عن أن الدعوة لمقاطعة علاماتها التجارية كانت مصدر تصريحات حادة من قبل أطر في الشركة. وتابعت الشركة أنها تعرب عن احترامها العميق لجميع المستهلكين المغاربة وأنها تبذل قصارى جهدها للإنصات إليهم وتفهمهم. وأضافت سونترال دانون: لم نرفع سعر الحليب بالنظر لمكانة الحليب في النظام الغذائي وفوائده الصحية، وقد حافظنا على نفس السعر بدون أي تغيير منذ يوليوز 2013 على الرغم من الزيادات المستمرة في تكاليف إنتاجه. وزادت الشركة: سنواصل العمل بقوة لإرضاء المستهلكين من خلال خدمة 78 ألف نقطة بيع يوميا وتحفيز المنظومة الصناعية الفلاحية المكونة من 120 ألف مربي الماشية الذين يمثلون 600 ألف شخص في العالم القروي.